هذه المرة دائما سنتوجه إلى مدينة سيدي إفني الفلحار. We go together to Sidi Ifni with the short film My Dream, My Nightmare مع مصطفى فرماتي. مصطفى فرماتي أنت أستاذ اللغة الإنجليزية بمدينة سيدي إفني أجل السينما. السلام عليكم، شكرا على هذا السؤال المحرج. هو في الواقع السينما كتعتبر لغة عالمية، واللغة اللي كيفهمها الجميع، واللغة اللي أنا العشاق ديالها، وأنا بالصدفة كنت واحد من العشاق ديال هذه اللغة، وقررت أنني نتكلمها، وقررت أنني أيضا نحاول أنه يسمعها أكبر عدد من الجمهور. وبالمناسبة كنشكر المهرجان وإدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيزنيت اللي فتح لي هذه الفرصة ومكنني اني انا اعرض الفيلم على جمهور. Thank you Mr. Mustafa. In a few words, what is it about your movie? Okay, well, we all have dreams, we all have nightmares. But what happens if a dream turns into a dreadful nightmare? Happy watching. Happy watching. فرجة ممتعة مع الفيلم My Dream, My Nightmare لمصطفى فرماتي بمدينة سيدي إفني. فرجة ممتعة.